أهلا بكم أبناء الأعزاء طلاب الصف الخامس الابتدائي. إن شاء الله النهاردة هنبدأ مع بعض رحلة منهج جريد 5، وهنبدأ بأول درس عندنا في المنهج بتاعنا السنة دي، بيتكلم عن decimals to the thousands please. decimals to the thousand please. النهاردة هنشرح مع بعض الدرس الأول والثاني. هنتكلم الأول عن decimal fractions. decimal fractions بيقول لي decimal fractions it's a number that represents the value less than 1 but greater than 0. decimals أو decimal fraction دي ايه؟ numbers أعداد. represent ايه؟ بتعرفنا ايه؟ بتمثل ايه؟ بتمثل الأعداد اللي هي greater than 0 and less than 1. greater than 0 and less than 1. The whole one can be divided into. The whole one can be divided into. يعني الواحد الصحيح ده احنا ممكن نقسمه لإيه؟ 10 equal parts. لو انا كان عندي whole one وقسمته ل 10 equal parts هيحصل إيه؟ ادي 10 equal parts. ادي كده إيه whole one. وهو هقسمه ل 10 equal parts. 2, 4, 6, 8, 10. كده 10 equal parts. ولو ظللت واحد منهم بس ده كنا نقول عليه as a fraction 1 over 10 او كنا نقول عليه 1 tenth. ده ممكن نكتبه بشكل decimals. ممكن نكتبه بشكل ايه؟ decimals. بنعمل ايه؟ 0.1 او بنقراها 1 tenth 10 وبنضيف ليها th يبقى 1 tenth. لكن المشهور بنقول ايه؟ 0.1. برضو لو انا كان عندي 10 equal whole 1 وقسمته لايه؟ وقسمته ل 100 equal parts بدل من 10 equal parts 100 equal parts. البارت الواحد هيبقى 1 over 100. وبقول عليه 100 ونضيف لها th يبقى 100. وبنكتبها as a decimal 0.01 عشان هو part of 100 يبقى 0.01 يبقى 1 over 100 كتبناها 1.01. ادي ايه اللي احنا اتكلمنا عنها. طب احنا لو كان معانا 1 part out of 1000 يبقى 1 over 1000. طب fraction ده عايز اعمله decimal هيبقى ايه؟ 0.001. تمام. طب دي اقراها ايه؟ قلنا 1000. thousand العادية واضيف لها ايه؟ th يبقى 1000. يقولنا 0.01 دي 0.01 اللي هي دي part of 1000. 0.01 part of 100. 0.1 part of 10 by part of 10. الملاحظة بعد كده ان انا ممكن اضيف زيرو على اليمين في الديسمال مش هيغير حاجة عندي. يعني انا لو كان عندي 0.1 وضفت له زيرو ناحية اليمين بقت 0.10 يعني دي part of 100 ودي 10 part of دي part of 10 ودي 10 part of 100. فالاثنين هيكونوا ايه؟ equal. لان zero at right with no meaning. zero at right with no meaning. zero at right ما بيغيرش حاجة في الديسمال. يعني 0.1 هي نفسها 0.10. 0.3 هي نفسها 0.30. 0.5 هي نفسها 0.50.
and so on. بنشوف مع بعض الكلام ده. انا هنا عندي ايه؟ ادي دول 10 equal parts اللي في الاول على الشمال، 10 equal parts دول تمام. لونت واحدة منهم يبقى دي 0.1 او بقول عليها 1/10. جيت قسمت ال 10 equal parts دول ورحت عملت لهم خطوط بالعرض كده وقسمتهم ل 100 parts. ورحت لونت ال 10 منهم. التين دول مش هم نفسهم الوان اللي هم هنا؟ التين اللي هنا دول اللي هم اصفر دول مش هم نفسهم دول؟ اه هم نفسهم، بس دول 0.10 او 0.10 او ممكن اقول 10 hundredths. طيب هنا هنلاحظ ان 0.1 هي نفسها 0.10. طب هنا قسمتها لايه؟ ل 1000 equal parts. بعد ما قسمتهم ل 10 equal parts رحت راسم خطوط تاني صغننه كده، وايه ورسمت خطوط تاني كده، الخطوط كل واحده ايه 10 وكده 10، فبقيت 1000 equal parts. رحت ملون كم منهم؟ ملون 100 parts. ال 100 parts دي 0.100 او 0.100. صح بنقراها ديت باي ديت، ما بنقراهاش ايه اقول 100 او 0.100. يبقى دي 100,000. التلاتة دول ايكوال، يبقى 0.1 هي نفسها 0.10 هي نفسها 0.100. يبقى 0 at right with no meaning. 0 at right with no meaning يعني زيرو على اليمين مالهوش لازمة، زيرو على اليمين مالهوش لازمة. 0.2 هي نفسها 0.20 هي نفسها 0.200. 0.3 the same as 0.30 the same as 0.300. التلاتة زي بعض. نروح بعد كده decimal number. احنا كنا بنتكلم من شوية على decimal fraction، كنا بنتكلم على الجزء اللي هو ايه اللي هو على يمين الديسمال بوينت. طب افرض كان في اعداد على شمال الديسمال بوينت، فايه الديسمال ده هيبقى اسمه decimal number. decimal number formed from two parts whole part and decimal part. ادي عندي اهو decimal اهو مكتوب تحت خالص 357 وفي decimal point بعد كده 94. ده whole part اللي هو في الناحية دي، وده اسمه ايه decimal part. whole part decimal part. يبقى الديسمال نمبر ده دايما greater than one. يبقى decimal number is a number that represents a value greater than one. Decimal number is a number greater than one. يبقى الديسمال نمبر ده عدد دايما بيكون ايه greater than one، وبيتكون من جزئين. الجزء اللي ناحية الشمال من الديسمال بوينت النقطة اسمها ديسمال بوينت، الجزء اللي على الشمال بنسميه whole number part او ممكن نقول عليه انتجر، او ممكن نقول عليه ايه بالاختصار كده انتجر. يبقى انتجر او whole number part. انتجر او ايه whole number part. والجزء اللي على اليمين اللي هو 94 ده decimal part او بنقول ساعات decimal fraction. يبقى decimal part او decimal ايه fraction. طيب النمبر ده this number how you can read it ازاي نقرا العدد ده. To read this number start from the whole part. يبقى دايما بنبدأ من فين؟ من ال whole part. ماليش دعوة بالديسمال خالص، اغطي الديسمال ده وماليش دعوة بيه، ما اقراهوش خالص دلوقتي. اقول مين 357. ما نقولش ان 357 ونيجي عند الديسمال بوينت نقول اند. يبقى 357 اند ايه 94. دول رقمين، طالما رقمين
يبقى أقول وراهم هندرث. رقم واحد أقول وراه تنث. في ثلاث أرقام أقول وراهم إيه ثاوزن. يبقى لو كان رقم واحد في الديسمال بارت هقول تنث بعد منه. رقمين زي كده هقول هندرث. ثلاث أرقام مكتوبين هقول إيه ثاوزنس. تمام، اتفقنا كده ازاي نقرأ الاعداد. نقول النمبر ده تاني مع بعض 357 and 94 hundredths. تمام، نروح بعد كده هنا بيقول reading numbers from 1 million to thousands. لو معانا نمبر كبير وفي هول بارت كبير وفي ديسمال كبير ازاي نقرأ؟ نشوف مع بعض. بيقول لي ايه اول حاجة بعملها؟ بروح عند الديسمال بوينت وببدأ اعمل ديفايد ذا هول نمبر انتو ايه جروبس. كل جروب فيها 3، يبقى بروح على النمبر اللي مكتوب عندي. ادي في نمبر مكتوب كده 6 و 0 و 0 و 8 وبعد كده 0 4 5 بعد كده 1 7 0 بعد كده في ديسمال بوينت ومكتوب 1 7. اعمل ايه؟ اول حاجه اعملها اهو باللون الاخضر كده، اروح عند الديسمال بوينت وعد اللي هم ناحية الشمال دول كلهم، كل 3 اخليهم في جروب 0 و 7 1 دول مع بعض و 5 و 4 و 0 مع بعض و 8 و 0 و 0 مع بعض وكده نبدأ نقرأ. دول اسمهم اللي هو 170 اسمهم ايه؟ Ones period. دول اسمهم thousands period. thousands period فترة ايه thousand. بعد كده دول millions period. millions period. وهنا 60 ايه milliard period. بنبدأ نقرأ من 6، يبقى 6 milliard. بعد كده 8 million. بعد كده 45,000 170 بعد كده and اللي هي decimal point بقى 17 وعشان دول رقمين هقول ايه hundreds 17 hundreds. اضيف لها تي اتش نخلي بالنا. نقولها تاني 6 milliard 8 million 45,000 170 and 17 hundreds 17 hundreds. نقول تاني 6 milliard 8 million 45,170 and 1700. تمام، نروح بعد كده للصفحة اللي بعدها. هنا مديني numbers وبيقول لي قرناها ازاي. Note the reading of the following numbers. نشوف النمبر الاول، هنشتغل مع بعض زي ما اتفقنا. بنعمل ايه؟ نروح عند الديسمال بوينت ونقسم الاعداد كل ثلاثة مع بعض. ادي النمبر الاولاني اهو الديسمال بوينت اهي هنا، وبعد كده 0 5 4 واعمل ايه لاين وابدا اقرا الاعداد. بقى 2450 and 8 tenths. قلنا عشان ده 1 ديجيت. نقولها تاني 2450 and 8 tenths. طب نروح للنمبر اللي بعده، ادي الديسمال بارت ال 5 وال 0. نعد بعد كده 1 2 3 وعملنا لاين، بعد كده 5 و 0 و 7 ونعمل لاين. دول 1000، يبقى 705,000 and 500. تمام، نروح للنمبر اللي بعده
اهو الديسمال بوينت بعد ال 8 وال 0 وال 0 خلاص نعد بعد كده 1 2 3 ونعمل لاين نبدا بال 5 يبقى 5027 عشان الديسمال بوينت بعد كده نقول 8000 عشان دول ثلاث ارقام يبقى خلي بالنا كان هنا في رقمين قلنا 100 رقم واحد قلنا 10 ثلاث ارقام قلنا ايه 1000 نيجي بعد كده خلي بالكم هنا ضايف تي اتش اس وهنا تي اتش اس تي اتش اس عشان الاعداد دي مور ذان 1 تمام يبقى ايه عشان الاعداد دي جمع فبضيف ايه الاس كمان نيجي بعد كده النمبر الاخير الديسمال بارت اهو بعد كده 1 2 3 وحطينا ايه لاين نقرا مع بعض سكست 3020 سكست 3020 اند 436 thousands كده خلصنا قرايه ايه الاعداد دي نروح بعد كده الصفحه اللي بعدها بيقول لي write the following numbers in standard form standard form يعني هكتبها بالارقام تمام write this number in standard form يعني هنكتبها بايه بالارقام الاول نقرا مع بعض النمبر ونشوف الهول بارت فين والديسمال بارت فين بيقول لي 5697 ده دول مع بعض دول مع بعض هول نمبر نغير اللون عشان يكون ظاهر لينا دول مع بعض هول نمبر نكتبهم 5000 ادي 5000 بعد كده 600 بعد كده 97 and يبقى decimal point بعد كده 5 10 يبقى رقم واحد اللي هو 5 وايه 10 ثبتت ان هو ايه نمبر واحد ديجيت 1 ديجيت في الديسمال بار السؤال اللي بعده بيقول لي 30000 بعد كده 15 المفروض دي اللي هي 1 بيريود المفروض هم ثلاث ارقام ادي لو انا كتبت 15 كده فدول رقمين يبقى محتاج واحد على الشمال عشان ما فيش 100 يبقى اكتب هنا 0 بعد كده 1 بعد كده 5 بعد كده الديسمال بوينت بعد كده 700 7 دي رقم واحد و100 لازم يكون رقمين يبقى لازم احط لها 0 على الشمال يبقى 0 7 يبقى كده تبقى 30000 15 and 700 ركز كويس عشان الكتابة هنا ايه ممكن ناس كتير بتتلخبط فيها نيجي بعد كده 7,205 and خلاص يبقى خلصنا الهول بارت يبقى هنكتب دلوقتي 7,000,000 كتبت 7,000,000 في 1000 هنا لا ما فيش يبقى ناقص عندي ثلاث ارقام هنا اللي هم ايه حط بدالهم 0 كده 205 مش قد 205 بعد كده ديسمال بوينت بعد كده 2500 25 دول رقمين ما فيش مشكله كده عندي لانه 100 ايه محتاج رقمين يبقى 29 كمان مش 25 2900 تمام خلصنا من دي نروح للي بعد بيقول 73,731 خلاص عند اندو افنا خلينا نكتب دول الاول 73 مليون بقى بيقول لي 7000 ادي 7 في 1000 هكتبه كده طب المفروض 1000 بليس يبقى ثلاث ارقام يبقى لازم احط له رقمين على الشمال يبقى هنا اكتب 007 طب خلصت 1000 فين ال 1 بيريود ما فيش يبقى نكتب بدالها ايه 3 0 3 0 بقى كده الديسمال بوينت اخر حاجة 31,000 دول رقمين بس 1000 المفروض ثلاث ارقام يبقى لازم نحط لها 0 على الشمال يبقى 031 الاخيرة بيقول 6,500,100 ركز كويس جدا 6,000,000 تمام يبقى بعد منها المليارد لازم يكونوا ايه ثلاث ارقام عندي 5 يبقى لازم احط 2 زيروز اد 2 زيروز وبعد كده 5 بعد كده 100 فين ال 1000 مفيش يبقى نحط بدل ال 1000 ثلاث ارقام
100 ادي 100 خلصت من دي and يبقى decimal point بقى كده 76,000 at 76 اهي. طب خلي بالي 76 رقم مين؟ يبقى لازم ايه، انا عشان كلمة 1000 محتاج 3 ارقام يبقى لازم اكتب 0 يبقى 076. كده خلصنا كتابة الاعداد دول. نروح للسؤال اللي بعد كده. السؤال ده محتاج مني اعمل ايه؟ محتاج مني اكتب الاعداد اللي عندي دي in words. بيقول لي write the following numbers in word form. write the following numbers in word form. نبدأ مع بعض كده في كتابة الاعداد. الاول الديسمال بوينت اهي، بعد كده 1 2 3 ونعمل line. نبدأ نكتب 40 5,000 200 31 بعد كده and decimal point the end 7/10 عشان دي رقم 1 واحط لها اس. خلصت من السؤال الاول، اروح للسؤال اللي بعده. بيقول لي ايه، ادي عندي decimal point بعد منها في 3 ارقام يبقى 125. اكتب 120 5 and 39 الديسمال يبقى 39 ايه 100 عشان دول رقمين. تمام. السؤال اللي بعده هنا عندي 20 and بعد and في 9 يبقى 9 دي ايه رقمين في الديسمال بار يبقى اقوله 9 مين 900. السؤال اللي بعده كبير شوية يبقى هقول 63 thousands أو 1,200 247 okay and 8,000 آخر سؤال دي 500 and 609,000 يبقى 500 and 609,000 وكده خلصنا حل السؤال هو write in word form. بعد كده بيتكلم عن value of the date form value of the date from 1,000,000 to 1,000. The place value and the value of each digit can be observed in the number اللي هو كاتبه لنا ده. نشوف النمبر ده اللي مكتوب عندنا ازاي نعرف منه ايه value and place value.
هو ما كملوش على فكرة كمان، يعني كان في هنا الناين والفور، ما كتبش الناين والفور. نيجي بعد كده ايه نشوف مع بعض. اول حاجة في عندي ديسمال بوينت، اللي جنب الديسمال بوينت ده its value 0.8، لكن بليز فاليو هكتب tenth. tenth فيها تي اتش اس. الرقم اللي بعده اللي هو تاني رقم بعد الديسمال بوينت، خلي بالكو اللي عند الديسمال بوينت بنمشي كده، اول رقم اللي هو جنب الديسمال بوينت، تاني رقم اللي هو مين اللي بعد الديسمال بوينت برقم اسمه هاندرث. هاندرث بعد كده ده its value 0.05، its place value يبقى ايه hundredth. بعد كده الرقم الثالث من ناحية الديسمال بوينت 2، يبقى its value 0.02. خلي بالكوا دايما بنشيل، بنكتب النمبر نفسه بكتبه وبعد كده بشيل الارقام اللي بينه وبين الديسمال بوينت وحط بدالهم 0، يبقى 0.02 دي الفاليو بتاعته its value. بعد كده place value يبقى thousands. thousands THS. بعد كده الاعداد اللي بعد الديسمال بوينت ناحية اليمين دي احنا ايه، هي نفس الاعداد اللي كنا واخدينها قبل كده. اول رقم ناحية جنب الديسمال بوينت اللي هو ايه 1 ديجيت، بعد كده 7 ديجيت. 1 يبقى 100 ديجيت. 100 ديجيت بس خلي بالي 100 بالاس بس مش بالتي اتش. اس ده بليز فاليو. فاليو 3 اتس فاليو 3. 7 اتس 70 اتس 1 اتس فاليو 100. 5 بعد كده دي 1000 يبقى 5 ايه 1000. اتس بليز فاليو 1000 بليز 1000 بليز 1000 بليز. 9 دي 10000 10000. وهنا لو كتبتها 9 ادي 10000 يبقى 90000. بعد كده 4 دي 400000 ب 400 وحط لها ايه 3 زيروز وهي ايه 100000 بليز. 9 ان 10000 بليز. 5 ان 1000 بليز. تمام. نروح بعد كده سؤال هنا بيقول لي كومبليت ذا فالون، مديني نمبر مكتوب بلون ازرق كده بيقول لي عايز اتس بليز فاليو اند فاليو. اتس بليز فاليو اند فاليو. في النمبر الاول عندي مكتوب 56258 and 9600. الناين دي هنا موجودة في 10th place. 10th place. 10th place. 10th place. تمام. its value. its value 0.9. هنا 7 دي موجودة في ايه 1000 بليز. thousands ضفنا لها اس بس مفيش تي اتش عشان ادي الديسمال بوينت اهي، ودول الوانس بيريود ودي ايه 1000 بيريود. طب دي قيمتها كام 7000 اتس فاليو. اللي بعد كده الزيرو ده موجود في هنا فين في ايه في التنز تنز please ليه؟ عشان هو تاني رقم بعد الديسمال بوينت ناحية ايه ناحية الشمال. طب its value 0 طبعا 0 في اي مكان its value 0. طب هنا 5 دي موجودة في الوانس بليز و its value زي ما هي ايه 5. سؤال برضو هنا بيقول لي write the please value and the value of the encircled digit in the following numbers. كاتب مجموعة من النمبرز وايه وعامل circle على واحد فيهم. بيقول لي عايز please value and value. 6 هنا دي موجودة تاني رقم في decimal part يبقى دي على طول ايه 100th. طبعا هتبقى 0.06. بنكتب النمبر ونشيل الباقي ونحط بدالهم 0. 7 هنا موجودة فين في الهاندردز.
ما فيش تي اتش عشان دي 100 بليس الديسمال بوينت هي, ودي ايه لو قريتها هتبقى 739 يبقى 100 اتس فاليو 700. 9 هنا دي موجوده في 1000 بليس 1000 وطبعا اتس فاليو 0.009. بقى 3 هنا موجودة فين؟ في 10 مليون بليس طبعا ايه دي تبقى 30 مليون, واكتب قبل منها 6 زيروز 30 وقبل منها 6 زيروز. زيرو هنا موجود في 10th بليس, وبعد كده زيرو طبعا الفاليو بتاعته في اي مكان زيرو. هنا بيقول لي 2 4 the greatest and the smallest decimal from given digits. نخلي بالنا من السؤال ده لانه ناس كتير هتغلط فيه. greatest number و smallest number, ازاي اكون greatest number و smallest number من مين؟ من مجموعة من الأرقام. بس خلي بالي هنا فيها إيه؟ decimal. greatest number بنرتب الأعداد from left to right, ببدأ بمين؟ start from the greatest. عشان أكتب greatest number برتب الأعداد from left to right, من الشمال لليمين, وببدأ بمين؟ بالأكبر. لو أنا عايز أكتب smallest number ببدأ from left برضو, وببدأ بالصغير ناحية إيه؟ الشمال. وخلي دايما بالي ما ببدأش بالزيرو, يعني لو كان في زيرو ما ببدأش بيه, بشوف اللي بعد منه أكتبه الأول بعد كده أكمل بالزيرو. هنا لو كان في محدد اللي هو decimal بيقول لي then put the decimal point according to the number of decimal parts required or requested in the question. يعني في بعض الأحيان بيحتاج, هو بيقول لي بيحدد لي الديسمال هنا هتكون كام, هتكون 10th ولا 100 ولا ايه 1000. نشوف سؤال عليها وطريقه حله ازاي. هنا بيقول لي use the digits shown to for the greatest and the smallest decimals possible. السؤال الاول مديني 683275 وعايز greatest number, بس خلي بالي هنا بيقول لي up to 10th please, up to 10th please, up to 10th please. رتبت الاعداد 8 7 6 5 3 2 وحطيت الديسمال بوينت بعد ال2, كده انا عملتها الايه 10th. تمام. اللي بعدها بيقول لي up to 100th please, يبقى برضو ترتيب الاعداد وحطيت الديسمال بوينت بعد ال3, بعد رقمين, بعد عديت 1 2 وحطيت الديسمال بوينت. الاخير بيقول لي 1000 بليس, يبقى هعد ثلاث ارقام واحط الديسمال بوينت 2 3 وال5 واحط الديسمال بوينت بعد منه. طب سمولست نمبر بنفس الطريقه ما فرقتش خالص, هبدا بالصغير 2 3 5 6 7 8 واحط الديسمال بوينت افتر 1 ديت لما يقول لي 10th, 2 ديت لما يقول لي 100th, و3 ديت لما يقول لي ايه 1000. طب المشكله عندنا في السؤال ايه؟ لما يكون في عندي زيرو. السؤال ده اللي عندي هنا بيقول لي 938, هنا المفروض ما في 3, هنخلي 3 دي هنخليها 0. 90852, 90852, عايزين نرتب النمبر ده up to 10th, up to 10th. يبقى هعمل ايه؟ هرتب العدد من الشمال, ببدأ بالكبير بس اخلي بالي ما خليش الزيرو ناحية الشمال خالص. تمام. يبقى 985, ما اقولش 20, لا اقول 02, حط الديسمال بوينت افتر 1 ديت, يبقى كده كلامي صح. هنا برضو 100 برضو نفس الكلام, وحط الديسمال بوينت افتر 2 ديت بعد رقمين. هنا 1000 احط الديسمال بوينت افتر 3 ديت بعد ثلاث ارقام. سمولست برضو بنفس الشكل, مش هينفع ابدا بالزيرو, ببدا ب2 بعد كده 0 5 8 واحط الديسمال بوينت بعد رقم ايه 1, وهنا بعد رقمين, وهنا بعد ايه 3 ارقام.
كده احنا فهمنا السؤال ده كويس جدا ونقدر نحله بشكل ممتاز. نشوف السؤال اللي بعده بيقول لي ايه. Make up the greatest and the smallest decimals of the given digits. هنا في greatest number up to tens, hundreds, thousand. نبدأ مع بعض نرتب الأعداد من الشمال اليمين. يبقى 8 المكان صغير شوية هو ممكن احنا نكبر وإيه ونشتغل على جزء واحد وبعد كده نروح لإيه للي بعد. تمام نبدأ مع بعض كده. هنا هبدأ ب 8 7 بقى 6 5 4 3 بقى في 2 ما فيش 1 يبقى الديسمال بوينت هنا بعد كده ايه 2. هنا عشان 100 هيبقى 8 7 6 5 4 وبقى الديسمال بوينت بقى كده 3 2. هنا عشان 1000 يبقى 8 7 6 5 بقى الديسمال بوينت بقى 4 3 2. نروح للي بعده. هنا عندي زيرو، خلي بالي في الجريتس بعمل ايه؟ ببدأ بالايت وبعد كده 7 بعد كده 4 بعد كده 0 وبعد كده 3 واحط الديسمال بوينت هنا بعد رقم 1. تمام يبقى 8 7 4 بعد كده الديسمال بوينت 0 4 عشان دي 100 بعد كده 8 7 4 ها بعد كده ايه 0 دي 3 والديسمال بوينت بعد 3 ارقام. تمام هنا نجي للي بعدها ادي 8 في 2 7 كتبت ال 2 7 بعد كده 5 بعد كده 3 بعد كده في 0 2 يبقى اكتب 0 الاول بعد كده 2 والديسمال بوينت افتر 1 دي. تمام هنا نفس الارقام يبقى 8 7 و7 وبعد كده 5 3 ديسمال بوينت بعد كده 0 2 1000 يبقى ايه 8 7 7 5 ديسمال بوينت بعد كده 3 0 ايه 2. هنا 9 7 5 4 في 2 3 بعد كده 2 ديسمال بوينت بعد 2. هنا نفس الكلام 9 7 5 4 3 بعد كده 0 ديسمال بوينت وهنا 3 2 كده ايه 100 thousands يبقى 9 7 5 4 ديسمال بوينت بعد كده 3 3 2. هنا 6 4 3 ديسمال بوينت 2 دي عشان 10th كده 6 4 decimal point 3 2 عشان دي 100 6 decimal point 4 3 2 عشان دي 1000. كده عملنا ايه الجريتست نمبر اب تو 10th و 100 و 1000. نروح للايه السمولست هبدا بالسؤال الاول اللي هو مكانه هنا هكتب ايه؟ ادي عندي هنا إيه؟ هبدأ بالصغير يبقى 2 3 4 5 6 7 8 والديسمال بوينت تبقى بعد ال 8 اللي مكانه هنا اللي هو ايه؟ smallest number up to 100 هيبقى نفس النمبر 2 3 4 5 6 decimal point بعد كده 7 8 بعد كده اللي هو ايه؟ the smallest number up to thousands يبقى 2 3 4 5 decimal point بعد كده 6 7 8. كده حلينا اول سؤال. نروح للسؤال اللي بعده اللي هو ده عايز smallest number up to 10th. قلنا الزيرو ما بنكتبوش الاول ببدا ب 3 بعد كده 0 بعد كده 4 بعد كده 7 بعد كده 8 واحط decimal point هنا بعد كده 3 0 4 decimal point هنا 7 8 دي 100 يبقى دي 10th ودي ايه 100 اللي هي هنا بقى 1000 الاخيره يبقى 30 ديسمال بوينت 478. كده حلينا السؤال الثاني
نروح للسؤال الثالث اللي هو ده. هحل المربع ده اللي هو ايه smallest number up to 10th. ببدأ بمين؟ بالصغير. مين الصغير؟ عندي 2، مش ببدأ بالزيرو. بعد كده زيرو، بعد كده في 2 3، بعد كده في 5، بعد كده 7، بعد كده decimal point، بعد كده 8. نيجي بعدين ده up to 10th up to 100، يبقى 2 0 3 3 5 decimal point، بعد كده 7 8، بعد كده up to 1000 يبقى 2 0 3 3 decimal point 5 7 8. كده حلينا السؤال الثالث. نروح للسؤال الرابع. هناخد ايه smallest number up to 10th. ببدأ الاول ب 2 3 3 4 5 7 9، نحط decimal point بعد ال 9. up to 100 يبقى 2 3 3 4 5 decimal point 7 9. اللي بعده 1000 يبقى 2 3 3 4 decimal point، بعد كده 5 7 9. كده خلصنا حل السؤال ده. السؤال الأخير هبدأ ايه up to smallest up to 10th، يبقى 2 3 4.6. up to 100 يبقى 2 3 decimal point 4 6. الأخيرة up to 1000 يبقى 2 decimal point، بعد كده 3 4 6. وبكده يكون خلصنا شرح أول حصة معانا في منهج Grade 5. يا رب تكون فهمته كويس، وشكرا لكم وإلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.